تمام، المفروض النهارده هنتكلم عن ازاي تبيع خدماتك التسويقيه. خدماتك التسويقيه هنا بتتقسم لجزئين اساسيين. الجزء الاولاني ليه علاقه لو انت المفروض ماركتنج، تمام، لو انت خلينا نقول كده وكاله تسويق او ماركتنج ايجنسي، تمام، لو انت ماركتنج ايجنسي، وليها جزء تاني لو انت بتشتغل عمل حر عادي، لو انت فريلانسر، تمام، لو انت فري لانسر، تمام. فانت عندك جزئين بتقدم خدمات تسويقيه، فالجزئين دول مهمين قوي قوي. لو انت بتشتغل في الماركتنج وتقدم بيه خدمات تسويقيه، فانت شغال في حاجه من الاثنين، يا اما بتقدم الكلام ده عن طريق ان انت ايجنسي، تمام، او لو انت بتقدم الكلام ده عن طريق ان انت وكالة تسويقية او سوري او انت فريلانسر، تمام. طيب في الجزء ده احنا بنتكلم عن نقطة أساسية ونقطة مهمة قوي، انت ازاي هتقدم الخدمات دي وانت المفروض ماركتنج ايجنسي، او لو انت حتى شخص فريلانسر بتقدم خدمات مختلفة. في الحالة دي انت قدامك حاجة من الاثنين، يعني انت بتقدم، يا اما بتقدم حاجة سبيسيفيك، حاجه محدده انت عارف انت بتقدم ايه، يا اما بتقدم كونتنت، يا اما بتقدم اي سي او، يا اما بتقدم ميديا باينج، ايا كان اللي انت بتقدمه ايه، على حسب اللي انت بتقدمه او اللي انت بتشتغل عليه، على حسب انت بتقدم ايه او ايه السيرفيس اللي انت المفروض شغال عليها وبتقدمها. طب لو انت المفروض شغال على جزء تاني مثلا ليه علاقه بالايجنسي، فانت اوريدي بتقدم كل السيرفيس، بتقدم كل السيرفيس اللي انت المفروض بتشتغل عليها، يعني انت المفروض بتقدم كل حاجه ليها علاقه كل حاجه ليها علاقه ب السيرفيس بشكل كامل اللي ليها علاقه بالماركتنج، تمام. يعني كده نعمل شير سكرين على البورد، تمام. طيب فانت بنقول يا اما انت ماركتنج، تمام، يا اما انت ماركتنج ايجنسي، تمام، او ان انت فريلانسر، تمام، لو يا اما انت ماركتنج ايجنسي يا اما انت فريلانسر. طيب لو انت بقى المفروض فريلانسر او ماركتنج ايجنسي تقدم خدماتك ازاي، تعالى كده نقول لو انت ماركتنج ايجنسي فانت بتشتغل على خدمات اساسيه لازم تكون حاططها في اعتبارك. وفي هنا نقطه مهمه جدا خلينا اشرحها، عشان تشتغل كماركتنج ايجنسي وبتقدم سيرفيس او بتقدم خدمات تسويقيه، فانت عندك جزئين، يا اما بتشتغل بنظام الباكج، ودي حاجه اصلا تقريبا ماتت خلاص ما بقتش موجوده، وحاجه كانت من الحاجات اللي هي مش صح خالص ان انت بتعمل باكج. الباكج دي بتبقى يعني ما اظن كانوا بيعملوا انت ليك 15 بوست وليك مش عارف اعلان وليك فيديو والكلام ده دي طريقه بيشتغلوا بيها في الماركتنج ايجنسي. وفي طريقه تانية ليها علاقه بشغل الماركتينج فعلا، وان انت ازاي فعلا تقدم حاجه ليها علاقه بالماركتينج، مش جاست ان انت بتقدم سيرفيس وخلاص، لا احنا فعلا بنقدم خدمات تسويقيه ليها علاقه بالتسويق، مش بنقدم امبلمنتيشن. احنا لما بنتكلم على الماركتينج احنا بنتكلم عن تو ويز. الواي الاولانيه ليها علاقه بان انت كماركتنج اصلا وبتقدم حاجه ليها علاقه بالماركتنج، انت ازاي بتعمل ماركتنج ريسيرش، ازاي تعمل جزء ليه علاقه بالبلاننج، ازاي تعمل حاجه ليها علاقه بالاناليتكس، ازاي تعمل كل الامور دي. ده لو انت المفروض بتتكلم ان انت بتقدم ماركتنج فعلا. بعد ما بتقدم الجزء ده او بتشتغل على الجزء ده، بتروح على النكست ستيب اللي ليه علاقه بالامبلمنتيشن، ليه علاقه بالايه، بالامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن دي اللي هو ايه، ان انا ببتدي اشتغل على التنفيذ، ببتدي اشتغل على التنفيذ. انا خلاص عديت مرحله الماركتنج، وان انا عملت اناليتكس، وعملت عملت حاجه ليها علاقه بالاناليسيز، وعملت حاجه ليها علاقه بالاستراتيجيز، وقدرت ان انا افهم البيزنس ده محتاج ايه، او البيزنس ده هنشتغل عليه ازاي، والمفروض البيزنس ده هيمشي بالنسبه لنا ازاي بشكل كامل. الجزء الثاني بعد كده بشتغل على امبلمنتيشن. الامبلمنتيشن دي ببتدي اشوف البيزنس ده محتاج ايه، هل هو محتاج ادز اصلا دلوقتي ولا لا. ممكن بعض الشركات اصلا ما تبقاش محتاجه اصلا دلوقتي ان هي تشتغل على ادز، عادي جدا انت ممكن تكون جزء من شغلك في مرحله الاستعداد، ان هو انا بستعد او بجهز شغلي علشان ابتدي
اطلع ببنفيتس عاليه. دلوقتي ممكن اكون بشتغل براندنج، دلوقتي ممكن اكون بشتغل حاجه ليها علاقه بالبرودكت سايكل، ممكن اكون اشتغل حاجات كتير جدا. فمرحله الامبلمنتيشن هي ليها علاقه بالبروموشنز، او ليها علاقه بان انت بتقدم حاجه ليها علاقه بان انت بتنفذ الاستراتيجي اللي انت عملتها. فانت اوريدي لو مالتي ايجنسيز المفروض كانوا بيشتغلوا باكجز، وستيل لحد دلوقتي في ناس بتشتغل باكجز، وده مش صح. تمام، طيب خلينا بقى مالناش دعوه بده، بنتكلم بقى في الواي الاساسيه اللي هي بتبتدي مع مرحله ان انت تبيع خدماتك. يعني انت عشان تبيع خدماتك لازم تكون بتقدم حاجه اساسيه، وبتقدم حاجه ليها علاقه بالسيرفيس الصح، وان انت ازاي تقدر تعمل ده. طيب لو انت بتتكلم بقى في حاجه ليها علاقه بالاجزاء الصح او النقط الصحيحه اللي بنقدر نشتغل عليها، فانت اول حاجه بتشتغل عليها ان انت بتشتغل ماركتنج. يعني المفروض ان انت بتشتغل اناليتكس، وبعد كده تشتغل على الجزء اللي ليه علاقه بالاستراتيجيز، بعد كده بتبتدي تشتغل بقى حته الامبلمنتيشن اللي هي بتتضمن ممكن الكونتنت ماركتنج، تمام، وممكن تتضمن كمان الجزء اللي ليه علاقه بالاي سي او وما الى ذلك. تمام، طيب انت علشان تشتغل على الامور دي فلازم بتمشي بخطوات اساسيه. اول حاجه بتروح للعميل وتقول له انا دلوقتي المفروض بشتغل على ماركتنج ليك، او بشتغل على شغل تسويق ليك يحاكي الاوبجكتيف بتاعتك او يوصلك للاوبجكتيف بتاعتك. فلازم أن اكون فاهم حاجات اساسيه، لازم المفروض اللي احنا بنسميه بالبريف، لازم أن تفهم المنتج نفسه. تمام، ودي من اول خطوات اللي تقدر تبيع بيها المنتج بتاعك، ان العميل بتاعك او الشركه اللي انت بتشتغلها تكون فاهمه ان انت او يوصل لها ان انت حد فاهم، مش جاست انا جاي اعمل ادز او اعمل كوبي او اعمل كونتنت او اي سي او وهشتغل شغل امبلمنتيشن وخلاص. لا، انت بتشتغل على شغل ماركتنج عشان تقدر تطلع له شغل صح. طيب اول حاجه المفروض تشتغلها بتعرف المنتج وتفهمه قوي، تمام، وتفهم المنتج جدا جدا، شيء اساسي من او حجر اساس من فهمك وشغلك للماركتنج ايجنسي او شغلك ان انت تبيع خدماتك التسويقيه، ان انت تكون فاهم المنتج كويس قوي، وتبقى فاهم البرودكت اللي انت بتشتغل عليه ده بيعمل ايه، وان انت ازاي تطلع البرودكت ده بشكل كبير. طيب بعد ما تفهم المنتج بتفهم السوق نفسه، تمام، السوق اللي انت بتشتغل عليه. انا ممكن اكون بشتغل كماركتنج ايجنسي لكن بتارجت ليفل معين، بتارجت ستارت اب، ببتدي ان انا اتارجت شركات كبيره، ببتدي اتارجت الشركات اللي في الخليج، ببتدي اتارجت دكاتره بس او شغل الدكاتره بس. هنا الماركتس بتختلف تماما، فانت لازم تفهم السوق بشكل كويس جدا. بعد ما بتفهم السوق المفروض ان انت بتفهم كمان المنافسين. خلاص انا حددت السوق، فانا عارف انا مين اللي بينافسني في الحته دي، مين اللي بيلعب معايا في الاريا دي. طيب بعد ما اشتغلت على المنتج وفهمته كويس وبعد كده السوق وعرفت احنا بنلعب على السوق ازاي، بعد كده ببتدي اشتغل على المنافسين. انا خلاص فهمت المنافسين بتوعي وعارف المنافسين دول مين تحديدا. طيب المنافسين في حاجه اسمها اندايركت ودايركت، اندايركت ودايركت، منافس مباشر ومنافس غير مباشر. يعني انا ممكن اكون بشتغل على اريا معينه، تمام، الاريا دي مثلا ولنفترض ان احنا بنشتغل على الدكاتره، احنا بنبيع السيرفيس بتاعتنا، بنشتغل ماركتنج للدكاتره بس. ممكن يكون في حد فريلانسر متميز قوي 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 في التسويق للدكاتره، فده بالنسبه لي برضو هو مش ايجنسي، تمام، لكنه منافس غير مباشر، لانه انا العميل بتاعي يقدر يستبدلني بالايه، بالفريلانسر ده، فاوريدي هو منافس ليا غير مباشر، بيسد نفس الاحتياج. طيب ايه تاني ممكن كمان يكون منافس غير مباشر؟ ان هو بيجيب ماركتنج مانجر ويشتغل انترنال، فده دي منافسه غير مباشره. منافس مباشر يبقى انا في ايجنسي كمان قدامي بتشتغل على الجزء اللي ليه علاقه بنفس السيرفيس ونفس الاريا اللي انا بشتغلها، وبتبيع نفس الايه السيرفيس اللي انا بشتغل عليها. فانا لازم قبل ما اشتغل على العميل، العميل بالنسبه لي يفهم ان انا قادر اوصل له المعلومه، ان انا قادر اوصله للاودينس بتاعه، ان انا قادر احقق له ار او اي على الشغل اللي هو طالبه. لازم ان هو يكون فاهم ان هو بيتعامل مع ماركتيرز او بيتعامل مع ايجنسي فاهمه. فاول خطوات الموضوع ده ان انت تبتدي اناليتكس الشغل بتاعه، وزي ما قلت لك ما تشتغلش معاه امبلمنتيشن على طول. طيب لو انت اشتغلت معاه امبلمنتيشن على طول اوريدي مش هتحقق النتائج، لان انت هتبقى شغال ومش فاهم، انت مش شغال على علم، انت شغال على 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 طبيعه ان انا بعرف اخد التريك دي وبعرف ان انا العب على الجزء ده
وبعرف ان انا اخد الاعلان اعمله ازاي، واعرف اكتب له كوبي او اعرف اكتب له حته في المحتوى، فاوريدي الدنيا بالنسبه لي تمام. طيب ممكن اشتغل على ايه تاني، او ايه النقط التانيه اللي ممكن ان انا اشتغل عليها بعد ما بشتغل على ان انا فهمت المنتج وفهمت السوق وفهمت المنافسين؟ ببتدي اشتغل على الاودينس نفسهم، العملاء. تمام، لازم انا اشتغل على العملاء بشكل مباشر. انا لازم اكون فاهم العميل اللي قدامي ده اقدر اترجته ازاي. مش كل الكلاينتس هم بتوعك، مش كل العملاء اللي موجودين في السوق هم بتوعك. انت لازم تشتغل على حاجه اسمها اس تي بي. تمام، هتلاقي الفيديوز بتاعتها على يوتيوب شرحينها في يوم كامل لوحده. لازم تشتغل على الكلاينتس نفسهم. انا دلوقتي عندي كل الشركات اللي موجوده في مصر بلس شركات الماركتنج، هم محتاجين ماركتنج. اي حد شغال لو بيبيع من البيت هو محتاج ماركتنج، لو بيبيع في الشارع هو محتاج ماركتنج. فكل دول شرايح ملهاش نهايه، كل دي ناس انت محتاج تشتغل لها. فاوريدي مش هتشتغل لكل الناس، فانت لازم تحدد، تبقى سبيسيفيك انت بتلعب على مين بالظبط. هل انا بلعب على كاتيجوري، انا مصنف نفسي في كاتيجوري معين زي ما قلنا الدكاتره او شركات التصدير او السوفت وير وما الى ذلك، ولا انا بلعب على ليفل معين، انا بتارجت ستارت اب بس، او بتارجت ان انا اشتغل على الانترناشونال كومبانيز، ولا انا بتارجت دوله الخليج بس، على حسب العملاء بتوعك مين. فانت لازم تلعب على نوعيه العميل اللي داخل معاك، انت مين العميل اللي داخل معاك، ومين العميل اللي انت بتربطه بشكل فعلي، عشان تقدر تحط له برايسنج صح، تقدر تحط له السيرفيس بشكل سبيسيفيك عليه. لان احنا عارفين ان السيرفيس او البرودكت، الحاجه اللي بتتباع بشكل كامل، انت لازم بيكون عندك فاريتي. الفاريتي دي عندك اكتر من منتج، اكتر من منتج ممكن يكون عندك منهم اثنين هم التوب برايس، اللي هم بي بي او او اللي بنقول عليهم البرودكت كورس بتاعتك، انت بتطلع فيه منتجين هم اللي بيصرفوا تقريبا على الشركه كلها، وعندك ثلاث اربع منتجات تانيين هم بيتباعوا بس المفروض الار اي بتاعهم قليل، بس هم مطلوبين في السوق. فخلاص انت اوريدي عندك عملاء وقادر ان انت تبيع لهم، وحددت ليهم ايه البرودكت هورس او المنتجات المهمه او السيرفيس المهمه اللي انت هتشتغل عليها. فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت المفروض تشتغل عليها علشان تقدر تحدد هل انت هتقدر تشتغل بشكل مباشر مع الناس دي ولا لا. طيب بعد ما بتحدد الكلام ده وتبتدي تعرف الكلام ده، في بعض الاسئله كده بتسالها للكلاينت، لكن بتوجه السؤال بطريقه مباشره او غير مباشره. بنلعب في التركيه دي ان انت بتقول له هل انت عندك بزنس موديل؟ في عملاء كتير جدا هتلاقيه يقول لك لا ما عنديش بزنس موديل. فهتقول له في الحاله دي ان انا محتاج ابني معاك بزنس موديل، وفي الحاله دي بتاخد منه كل الاجزاء اللي انت محتاج تشتغل بيها، كل الاجزاء اللي انت محتاج تشتغل بيها. انت انا دلوقتي محتاج افهم الجروس بتاعك في اخر فتره عامل ازاي، الجروس بتاعك في اخر فتره عامل ازاي، هل انت شغال بشكل مباشر مع عملاء وبعت لهم كل البرودكتس اللي عندك او السيرفيس اللي عندك ومحقق ارباح ولا لا؟ طب هل انت لو مش محقق ارباح المفروض ان انت ازاي نحقق ارباح؟ طب انت محتاج الارباح دي في وقت قد ايه؟ ونبتدي نخش في المرحله الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاناليتكس. خلاص انا عرفت منه الديتيلز، فابتدي اطلع الارقام من كل الكلام ده، ابتدي اطلع ايه الارقام؟ يعني ايه اطلع الارقام؟ يعني الراجل ده المفروض عنده كام منتج؟ تمام، فالارقام هنا ابتدي بقى اطلع مثلا في ايه، في المنتج مثلا كام منتج، تمام، اسعارهم، ابتدي بقى اطلع الاسعار، تمام، ابتدي اطلع بقى المفروض السوق. هنا لما انزل بقى الكلام ده على السوق، هل السوق ده المفروض كام مكان، هو بيبيع فين، غير ان هو بيبيع فين، المفروض ان هو مثلا بيشتغل على اوقات محددة في الماركت ده، اللي هو مثلا انا بفتح الصبح بس قبل ساعه المدارس وخلاص، انا ده الوقت اللي انا بفتح فيه او اللي انا بشتغل فيه ولا لا؟ لو انا مثلا فاتح كافيه حاجه قدام مثلا مدرسه او ايا كان، طب المنافسين المباشرين والغير المباشرين، ابتدي بقى اطلع ارقام الناس دي، الارقام بتاعتها بتقول ايه. تمام، بعد ما اطلع الارقام والاناليتكس والاجزاء دي كلها، ابتدي ان انا اشتغل على الجزء الثاني اللي هو ليه علاقه بالايه، الاستراتيجي. تمام، ابتدي اشتغل على الايه، الخطه الاستراتيجيه، استراتيجية. تمام، في هنا بقى حاجة مهمة قوي، تمام، في هنا بقى حاجة مهمة قوي لما بنيجي نتكلم عن البلان او الاستراتيجي،
ما ينفعش نتكلم عنها بشكل مفتوح. يعني ايه ما ينفعش نتكلم عنها بشكل مفتوح؟ يعني اي حاجه في شغل الماركتنج هي فيها اناليتكس، اي حاجه في شغل الماركتنج فيها استراتيجي، اي حاجه في شغل الماركتنج فيها اكشنز، تمام؟ ودول الثلاث حاجات الاساسيه اللي كنا اللي دايما بنتكلم عنهم في اي ميتنج بنبقى فيه مع بعض، اللي هو انت لو انا هعمل استراتيجي فانا هنا هعمل ماركتنج استراتيجي ولا هعمل ديجيتال ماركتنج استراتيجي ولا هعمل ايه كونتنت استراتيجي ولا هعمل ميديا بينج استراتيجي ولا ايه. فانت هنا لما بتيجي تشتغل استراتيجي او بلان او ايا كان اللي هتشتغله لازم تكون سبيسيفيك جدا وتفهم ده للعميل. عندك تو اوبشنز من العملاء، عميل بيبقى فاهم انت بتقول ايه ومذاكر كويس قوي وعامل الهوم ورك بتاعه وعارف انت هتقول له الكلام ده صح ولا لا، وفي عميل بيبقى مش فاهم. عميل مش فاهم ده لان هو ما بيشغلش نفسه بالامور دي، انا عايز حد متخصص فاهم ويشتغل ويجيب لي نتيجه وخلاص، وانا مركز في الاوبريشن بتاعي، عارف انا هبيع امتى ازاي وما الى ذلك. فالعاملين دول المفروض انت تتعامل مع العميل اللي فاهم تمام بالمصطلحات، كل الاكسبريشنز ممكن تقولها قدامه عادي تمام. طب العميل اللي مش فاهم تمام بتتعامل معاه ببساطة جدا. يعني ايه ببساطة جدا؟ يعني مثلا انا قلت من شوية بقول لك ايه، بتقول للعميل انا عندي بيزنس، عندك بيزنس موديل، هتلاقيه بيقول لك لا. طيب لو انا العميل ده من اول ما بديت ان انا اشتغل معاه لقيته ان هو حد سلس جدا وبسيط جدا، او حد دكتور وهو ما ملوش علاقة بالبيزنس، هو يفهم ازاي يخلع الضرس ويركب الضرس ويركب شريحة، هو ده شغله، هو ده اللي فاهمه، انما ما يعرفش يعني ايه بقى بيزنس موديل وبتاع والكلام ده. فما ينفعش ان انت تروح اول حاجه بتطير منك العميل هي الخطوه دي، اللي هو انت بتقعد تتفزلك عليه وتقول له بيزنس موديل وتقول له عايزين نعمل بلان واعمل لك كونتنت، هو مش فاهم الكلام ده وملوش علاقه بالكلام ده ومش عايز الكلام ده. الكلام ده انترنال بالنسبه لك انت، بقى عايز تطلع له كوبيز تبيع فانت طلع له البيع، انما هتقعد تقول له كوبي بيعه ونعمل ميديا برودكشن والكلام ده، فهمه بدل ما تقول له هنعمل في موشنز مثلا فيديوز، لا ما تقول له، تقول له احنا هنصور فيديو عشان نبين للبيشنس اللي عندك او المرضى اللي عندك ان انت كواليفايد جدا او ان انت مميز جدا في الحته دي. هنا هو هيقدر يفهم ويقتنع ويفهم ان انت حد عايز تبين الصوره بتاعته، انما بقى هتقول له هنعمل فيديو موشنز او هنعمل ميديا برودكشن عشان نبين اليونيك سيلينج بوينت بتاعتك والكلام ده، هو مش هيفهم اللي انت بتقوله ده. فاول خطوه، اول حاجه وانت بتطلع الاناليتكس من العميل او بتشتغل معاه في الاستراتيجي بتاعته والارقام بتاعته، ما تقعدش تقول له ارقام وتقول له اكسبريشنز هو مش فاهمها، هو ما يهموش الكلام ده، هو يهمه انت هتاخد كام والمفروض هتجيب لي كام. طيب حاجه اساسيه بقى بعد كده، المفروض ان انت لما تشتغل مع العميل لو انت ايجنسي ما تشتغلش بالقطعه. يعني ايه ما تشتغلش بالقطعه؟ يعني لو انا، ودي من الحاجات الصح جدا ومن الحاجات المهمه اللي لازم نشتغل عليها، ان احنا نطلع للعميل الشغل كامل. يعني ايه الشغل كامل؟ يعني ما ينفعش ان انا كايجنسي اخد اقول له والله انا همسك لك الكونتنت او انا هشتغل لك حته الديزاين او انا هشتغل لك اعلانات بس، فالشغل ده غلط وما بقاش ينفع في السوق. يعني ايه ما بقاش ينفع؟ يعني انا دلوقتي السيركل بقت ماسكه بعضها، فلو انت اشتغلت مع العميل واشتغلت له حته واحده بس من الشغل او جزء واحد من الشغل، فاوريدي العميل ده مش هيشتري منك، مش هياخد السيرفيس بتاعتك، مش هتبتدي ان انت تطلع هيستوري كامله، مش هتبتدي، مش هتلحق ان انت تطلع ايه هيستوري كامله. طيب عشان تطلع هيستوري كامله لازم تشتغل للبيزنس كله. تشتغل للبيزنس كامل، يعني ايه تشتغل للبيزنس كامل؟ يعني دلوقتي حضرتك المفروض ان احنا عشان نشتغل لازم ان انا همسك لك الماركتنج بشكل كامل. ما ينفعش ان انا اشتغل لك ادز بس، ما ينفعش ان انا اشتغل لك جزء ليه علاقه بالكونتنت بس، ما ينفعش ان انا اشتغل لك جزء ليه علاقه بال ليه علاقه بالاي سي او بس. ليه بقى؟ تعالى كده نشوف، لو انا بتاع اي سي او وعايز اشتغل لك، فانا اوريدي محتاج حد يكتب الداتا بتاعت الكونتنت، الكونتنت بتاع الويب سايت، ومحتاج ويب ديفلوبر عشان يقدر يعمل التكنيكال ايشوز اللي موجوده في الويب سايت، تمام؟ فانت اوريدي كده هتحتاج حد يكمل الشغل بتاعك، فاما هيجيب حد من بره عشان يكمل الشغل ده، وده هيبقى مقرف ومتعب بالنسبه له قوي، وانت كمان هتتعب مع الناس دي لان انت ما اشتغلتش معاها قبل كده، او ان الموضوع مش هيكتمل.
تمام. فانت لازم لما تاخد جوب معين من او بروجكت جديد لازم تكون عامل حسابك ان انت هتشتغل الماركتنج اوفرول. طيب تعالى كده مثلا نشوف لو انت هتشتغل ادز، فانت لو هتشتغل ادز فانت هتحتاج ان انت تشوف الريفيوز بتاعت الويب سايت، لان دلوقتي الادز بقت يعني 100% معتمده على اللاندنج بيج بتاعتك، او معتمده على الجزء اللي ليه علاقه بالويب سايت. فانت كده هتحتاج لو الويب سايت بايظ فانت محتاج تظبطه كداتا، محتاج تظبطه ككونتنت، محتاج تظبطه كبرفورمانس، عشان لما اجي اعمل اعلان والعميل يكونفرجن على او العميل يروح على الويب سايت ويلاقي الويب سايت ما بيفتحش، يبقى انت خسرت كميديا باير. يبقى انا اعمل انحر في نفسي واعمل ميديا بلان واعمل اعلانات، وبعد كده العميل بيخش في الويب سايت وقع في حفره ولا عارف يطلع من هنا ولا ينزل من هنا. كمان لو ميديا باير برضه بيشتغل هيحتاج يدرس اليو اي واليو اكس، تمام. فانت محتاج حد يو اي ويو اكس عشان يقدر يظبط لك الويب سايت ان هو متلائم مع اليوزر، لما يخش الاكسبيرينس بتاعته يلاقي الاكشنز ياخدها على طول. يعني العميل لما بيخش يلاقي فعلا يقدر يضيف المنتجات بتاعته للباسكت او يروح على الاد تو كارد، ويلاقي الموضوع سهل بالنسبه له. فكميديا باير انت محتاج ان انت تاخد البروجكت بشكل كامل. طب تعالى كده لو انت بتاع كونتنت، فانت بتاع كونتنت هيبقى الموضوع بالنسبه لك ممكن يكون تشتغل كونتنت بس. دي ممكن تكون من ابسط الحاجات، ودايما انا بعتبر مجال الكونتنت هو من اسهل التخصصات الامبلمنتيشن في الماركتنج، اللي هو بيكتب كونتنت بس هو لازم يبني استراتيجي ويعمل اناليتكس. بس هو ممكن لو انا ويب سايت اخده ان انا اكتب له كونتنت وخلاص وانا سلام عليكم كده، تمام. بس انت برضه هتحتاج معاك حد ديزاين يبتدي يحط لك يعمل لك الديزاينز عشان تنزل بشكل مباشر، يعمل لك الكرياتيفيتي بتاعت الكونتنت. فانت برضه هتحتاج ناس تشتغل معاك. فاوريدي ما بقاش ينفع حاجه اسمها ان انا بشتغل في حته واحده وبشتغل بالقطعه الواحده، الا لو انت بتعمل شغل تخلصه وخلاص انا بالنسبه لي الموضوع خلص. فلازم تشتغل، لو انت في ايجنسي ما ينفعش تشتغل بالقطعه، ولو انت برضه فريلانسر ما ينفعش تشتغل بالقطعه. طب انا كفريلانسر اكيد مش هشتغل كل ده، اوكي. كون تيم يا باشا، اعمل تيم. يعني ايه اعمل تيم؟ مش لازم تجيب تيم وتصرف عليه. انت ممكن انا اعرف محمد بتاع الكونتنت، خلاص هكونكت معاه، لو انا هاخد بروجكت هيبقى هو معايا فيها في الكونتنت، وليه علاقه كويسه مع محمود بتاع الاي سي او، وليه علاقه كويسه مع اليو اي واليو اكس مثلا عبد الله. فخلاص انا لما هيجي البروجكت انا عارف ازاي هجمع الشغل ده، وازاي ان انا هقدر اخد البروجكت بشكل كامل، تمام. فانت من الحاجات المهمه جدا لما تيجي تشتغل مع عميل لازم تشتغل البيزنس كامل عشان تقدر تبيع الشغل بتاعك. ليه بقى؟ انت دلوقتي لو عملت شغل من الفيرست امبريشن كده بسم الله مفيش نتائج، انت اوريدي خسرت البيع وخسرت اللي ورا البيع، فانت اوريدي ما عرفتش تبيع الخدمات بتاعتك بشكل كامل. طيب خلاص، انت اشتغلت على النقط دي واشتغلت على الاجزاء دي، وقلنا ان انت العميل بالنسبه لك لازم يكون فاهم، والعميل بالنسبه لك لازم يكون عارف يشتغل على النقط دي. نخش بعد كده في حته العلاقه بتاعه الاكشن، تمام. الاكشن اللي هنا ايه؟ ان انا دلوقتي خلاص احنا هنشتغل، لازم يكون في قوانين ورولز بتحكم الموضوع. يعني ما ينفعش ان هو باشا انا جبت منتجات جديده او ستايل جديد او اوتفيت جديد ومحتاج ان احنا نعمل عليه اعلان بكره الصبح، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ما ينفعش. لازم أن تكون انت حاطط قوانين معينه انت بتمشي عليها والكلاينت اللي معاك بيمشي عليها، وتكون معرفه عليها من قبل ما تستارت الشغل اصلا. في حاجه كده بنعملها بنسميها اجريمنت شغل، او ان احنا بنسميها القواعد والقوانين بتاعت الشغل. لما يجي عميل يقول لك انا عايزك تشتغل لي او نعمل شغل سوا في الحته دي، فبتقول له خلاص اوكي يلا بينا نشتغل ونعمل الجزء ده، بس انا عايز ابعت لك فايل، الفايل ده فيه القوانين اللي احنا بنشتغل بيها او القواعد اللي هنمشي عليها في الشغل. لو تمام بالنسبه لك اوكي قول لي يلا بينا ونبتدي نشتغل، انا ما عنديش مشكله. مش تمام، يبقى انا بالنسبه لي الامور مش هتبقى احسن حاجه، فانا محتاج ان انا اشتغل على الامور دي، وان انا اشوف الامور بالنسبه لي هتمشي ازاي علشان اقدر ان انا اشتغل معاك. بس ما ينفعش ان انا اشتغل معاك ومفيش قوانين. طب القوانين دي ممكن تكون كايه؟ تكون مثلا التعامل يعني بالايميل، تمام. يعني انت لازم بنتعامل سوا، يبقى الموضوع فيه دوكيومنتيشن، تمام. وفي ناس كتير بتكسل في الموضوع ده، وفي الاخر بتلاقي نفسها اتدبست في مواضيع تانية. فانت لازم يكون في حاجات دوكيومنتيشن ما بينك وما بين الكلاينت. ما ينفعش ان انت تكون شغال وبتعمل له شغل وتبعته له واتساب والقصص دي.
لا لازم يكون في دوكيومنتيشن، ودي من الحاجات البياعه. يعني ايه الحاجات البياعه؟ يعني لازم انت يكون ليك هيستوري مبنيه مع العميل بتاعك عشان تقدر تراجع الكيس بتاعك بشكل كامل، تقدر تقول له والله احنا هنتعامل بالميل. تمام. حاجه كمان لازم تاخد، تمام، خلينا كده نقول لازم تاخد، تمام، مبلغ بدايه. تمام. يعني ايه لازم تاخد؟ يعني انت لازم تقول له والله احنا من القوانين عندنا ان لازم تدفع ديبوزيت قبل ما نشتغل عشان برضو ما نشتغلش. طب ايه البياع في ده؟ يعني ايه البياع، او ان انا ازاي ابيع الخدمات بتاعتي وانا هشتغل كده؟ تمام. ان انت العميل بيكون فاهم وواثق كويس جدا ان انت هتقدر تقدم شغل. يعني ايه هتقدر تقدم شغل؟ يعني انا مش هاخد منك الفلوس وانا مش واثق ان انا هقدر اشتغل لك، او ان انا مش هعرف اشتغل لك. لا، انا واثق ان انا هعرف اشتغل لك. ودي حاجات لقيناها او درسناها في السايكولوجي بتاعت الكلاينتس، خصوصا بتوع الايجنسيز او عميل الماركتنج او عميل الماركت. ليه بقى؟ لانه دايما محتاج ان هو يدفع اقل حاجه عشان ياخد احسن حاجه. تمام. فانت لما هتحط رولز هتمنع الموضوع ده بشكل كامل، هتمنع الموضوع ده بشكل كامل، هتبقى انت فاهم العميل والعميل فاهم. طيب تعالى بقى نخش بقى في الايه، في الحته الاساسيه بقى، نخش في الحته الاساسيه اللي هي ليها علاقه بالشغل بقى، وازاي انا اطلع شغلي وازاي ان انا ابيع شغلي بشكل كامل. طيب مبدئيا كده في طرق مختلفه. اول حاجه، تمام، ليها علاقه بالمعلومه. يعني ايه المعلومه؟ تعالى كده نقول المعلومه، يعني انت لازم تقول للعميل انا فاهم بطريقه غير مباشره. يعني ايه طريقه غير مباشره؟ يعني انا دلوقتي المفروض ان انا عملت اعلان، اوكي، وبعد ما عملت الاعلان ده اكتشفت ان الاعلان ده نجح وقدرت ان انا احقق فيه نتائج، او انا بعد ما خلصت لقيت فيه نتائج. طب يا باشا شير المعلومه نفسها. تمام. يعني ايه شير المعلومه؟ يعني انا دلوقتي عملت اعلان، فيا جماعه احنا عملنا اعلان والاعلان ده نتائجه 1 2 3 4. تمام. فاوريدي الناس هتشوف ان انت فاهم. بعد ما العميل يشوف ان انت فاهم، يبتدي ان انت تاخد الايه، ياخد هو العميل قصادك اكشن. هو اللي هيجي يقول لك ممكن تشتغل الاعلانات دي، وتبتدي تفرض عليه الايه، الرولز بتاعتك. وحاجه مهمه قوي، يعني ما بين قوسين كده، لازم تكون شاطر جدا كمان. ما ينفعش ان انا اقول انا تنين مجنح وفي الاخر انا الاقي نفسي ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه. ما ينفعش الكلام ده. فانت لازم تكون شاطر جدا جدا جدا. تمام. فالمعلومه مهمه قوي ان انت توصلها. وحاجه مهمه كمان، لما تيجي توصل المعلومه ما تشتغلش على ان انا بدي المعلومه دي عشان يجي لي منها كلاينت. لا، انت شير المعلومه وسيبها وخلاص. انت الاوبجيكتيف بتاعتك ما تبقاش ان انت محتاج انا بشير معلومات عشان اجيب عملاء. لا خالص، انت بتشير معلومات علشان تبني تراست مع الماركت نفسه، السوق نفسه يشوف ان انت فعلا في حد فاهم وقادر ان هو يمسك بروجكتس، قادر ان هو ان انا انفست معاه. ما هو انا كعميل عندي بروجكتس ببيعها، عندي برودكت او سيرفيس بطلعها، محتاج حد يشتغل لي ماركتنج، فانا هانفست، هحط فلوس. فانا هحط فلوس دي، يبقى حاجه مهمه ان هي تكون مع العميل بتاعي. حاجه كمان، لازم يكون في ملف شغل جاهز ليك. يعني ايه ملف شغل جاهز؟ يعني انت لازم ان يكون عامل دوكيومنتيشن. دي النقطه بقى اللي انا دايما بنبه عليها، ان انت لازم أن تكون حاطط في بالك الحته بتاعت الدوكيومنتيشن دي قوي. يعني انا كعميل لازم اكون، او انا سوري كايجنسي او فريلانس، لازم أن يكون معايا دوكيومنتيشن وابديتد. يعني ما ينفعش ان انا بشتغل وعندي وعامل مكاسب وعامل شغل، وفي الاخر انا الامور بالنسبه لي اي كلام، ومش منسق الشغل ده. فلما يجي عميل يقول لي طب انا محتاج اشوف انت شغلك ايه، او انت حققت الشغل ده ازاي قبل كده، او ايا كان، فلا اقدر اقول له خد الفايل ده وابتدي ان انت شوف شغلي وشوف حاجتي. تمام. حاجه كمان مهمه قوي قوي، العلاقات. تمام. خلينا كده نقول يعني العلاقات مهمة جدا. تمام. وسمعتك، يعني ايه العلاقات وسمعتك؟ يعني انت لكل لما كان عندك علاقات بناس اكتر، كل لما كان ان انت هتقدر تاخد شغل اكتر. والعلاقات دي شيء مهم جدا جدا في مجالنا. وده طب ما ده هيجي منين؟ من الايفنتس. تمام. والجزء بتاع الهيلب. تمام. خلينا كده نقول الجزء بتاع مساعدة الناس، ان انت لما تساعد الناس. يعني انا لما يجي حد مثلا يقول لك
لو سمحت انا عندي مشكله وعايز احلها، حتى لو انت قابلته بالصدفه في الشارع، قابلته بالصدفه على فيسبوك قابلته، فخلي عندك دي نقط معينه لو انت اشتغلت فيها بنفسك وعملت فيها انفستمنت في نفسك، الامور بالنسبه لك بعد كده هتلاقيها هي ماشيه لوحدها. فانت لازم يكون عندك علاقات مع الناس. انت او انا اعرف صاحب شركه كذا، فانا ساعدته في حاجه، فلما جه شركة تانية زميله وعنده مشكلة قال له طب كلم محمد أو تامر أو حسام أو نادر، أي حد كلمه وهو هيساعدك. اوريدي انت خلاص بدأت تبني انفستمنت مع الناس. في ناس اوريدي، انا فاكر في حد بعت لي امبارح اسمه أيمن، اعرفه في 2015، ساعدته في حاجة في 2015، كلمني امبارح. طب فاوريدي انت العلاقات مع الناس ما تستناش مردود منها، لكن هي هتيجي لوحدها، مردودها لوحدها. بس من الحاجات المهمه ان انت يكون ليك علاقات مع الناس، تمام. النقطه الثانيه يكون ليك بتحضر ايفنتس كتير، تمام. بتحضر ايفنتس سواء كسبيكر، لو ما وصلتش لسه لليفل السبيكر احضر كضيف عادي جدا، كجست عادي جدا. وفي الحضور ده حاول على قد ما تقدر تتارجت ان انا دلوقتي رايح الايفنت ده ودافع فيه 200 300 جنيه او ايا كان المبلغ، او رايح فري حتى، فانا متارجت ان انا هطلع من هناك بثلاثه اربعه كونتاكت بتوع ناس اوريدي حتى في المجال، حتى لو هم مش ناس كبار في المجال، لا فاوريدي الناس دي فاهمه، وابتدي اعرض نفسي عليهم واقول لهم ان انا بقدر ان انا اعمل 1 2 3 وانا شاطر في الحته دي، لو احتاجتوا حاجه انا معاكم اقدر اساعدكم، يبقى الدنيا تمام. خلي بالك من كلمه اقدر اساعدك، ما تقولوش ان انا اقدر اعملها لك او اقدر ابيعها لك او اقدر اشتغلها لك. ليه بقى؟ مبدا المساعده بيفتح لك الباب للشغل. يعني ايه؟ يعني انت لما هتساعد الناس، تمام، هتلاقي اوريدي انت لوحدك رزقك بيجي لك، تمام. وده مبدا في الشغل بيتبني عليه نولج كبيره قوي. يعني انت لما يجي حد يقول لك والله انا عندي مشكله اكس، عندي مشكله في الادز ان انا بيجي لي الكوست بير ليد كبير قوي، تمام. طب خلاص ابعت لي السكرين ابتدي اشوف. لما انت هتشوف هتعمل سيرش، لما هتعمل سيرش او لو الموضوع عدى عليك قبل كده هتقول له الاجابه كذا. فاوريدي انت بنيت اكسبيرينس وبنيت علاقات، وفي نفس الوقت انت بنيت شغل، اوريدي انت تكون في كل الاحوال كسبان. فموضوع العلاقات ده مهم جدا 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 في ان انت تبيع السيرفيس بتاعتك بتاعت ايه الماركتنج. حاجه كمان اعرف، تمام، اعرف الابديت وشيره. يعني ايه اعرف؟ اعرف طبعا الابديت غير المعلومه، تمام. اعرف التحديث، تمام. التحديث مهم جدا جدا وطرق الشغل. يعني ايه التحديث وطرق الشغل؟ انت دلوقتي احنا في المجال تقريبا كل يوم الصبح بنصحى على 60 70 ابديت، تمام. واللي مش بيشوف الابديتس ده بيبقى فايت كتير، بيقول بيلاقي نفسه بعد كده يقول ايه ده؟ وكل ده حصل؟ طب ايه ده؟ ده اتغيرت ازاي؟ ويبتدي يشوف. فانت حته الابديتس بتاعتك هي اللي بتخليك ان انت دايما في التوب ريكومنديشن، ويخليك دايما ستاند باي على ان انت تشتغل اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عارف ان انا عندي مشكله في حته معينه، او عندي مثلا ابديت ليه علاقه مثلا بالريلز، مثلا ان الريلز بقت في 2022 50% من مثلا من الفيزيتس اللي بتخش على انستجرام هم لازم بيفتحوا الريلز. 50% من الناس اللي بتعمل اوبن ابلكيشن لانستجرام هي لازم تخش الريلز. فانت اوريدي يعني الناس بدا الليمت من 20% بقى 50% بعد كده هو يعني الجروس 30%. ده الارم كويس قوي يفهمني ان انا العميل لما اجي اشتغل معاه بيشتغل ريلز. فلما اجي اكلم العميل او اجي اكلم الناس او اجي اكلم حد في الشغل واقول له خلي بالك ان الريلز هي اللي مكتسحه بنسبه معينه، واتكلم بالارقام، ما بلاش تتكلم بشكل عام. يعني برضه هنيجي للنقطه دي، او دي النقطه اللي بعدها، ان انت بعد ما تعرف الابديتس لكل مجال اللي انت شغال فيه او لكل تخصص انت شغال فيه، انت اوريدي الدنيا بالنسبه لك بقت ملمومه. كمان اتكلم بالارقام. يعني ايه اتكلم بالارقام؟ يعني لما تيجي تتكلم مع حد اتكلم معاه بالارقام، اللي هو انا دلوقتي عارف مثلا عارف الابديت مثلا ان في 50% من زوار انستجرام المفروض ان هم بيخشوا على بيفتحوا الريلز، تمام. طيب اوكي، فانت اوريدي قلت رقم، فوري انت بتقول حقيقه، يعني زي ما بيقول كده ايه، انت ما بتهبدش على الناس، تمام. فانت طول ما انت بتتكلم بالارقام خلاص. طيب بعد كده تقول ايه؟ والله انا اشتغلت مثلا مع 46 بروجكت، تمام. خلاص اوريدي انت بتقول رقم، فوري انت بتقول حقيقه.
فتكلم بالارقام لما تيجي تتكلم مع العميل وتقول له والله انا الشغل بتاعي محقق ارباح او عامل ادز لحد دلوقتي من اول ما بدات اعلانات لحد دلوقتي مثلا بمليون و400 الف اوريدي. انت بتتكلم في الارقام، كلامك في الارقام هو اللي بيثبت حقيقه كلامك. ما ينفعش ان انت تبيع لحد خدمتك او السيرفيس بتاعتك وانت اوريدي مش معاه، ما بتتكلمش بالارقام. طب انا دلوقتي ما عنديش ارقام او مش قادر احقق ارقام، يبقى انت لما تتكلم مع العميل لازم تبقى انت بتتكلم معاه في الحتت اللي انت قوي فيها، تتكلم معاه في الحتت اللي انت اوريدي عندك ليرنينج كويسه جدا جدا فيها، وقادر ان انت تحقق منها جزء كويس جدا جدا، وقادر ان انت تكسب العميل فيها. هات العميل في ملعب الارقام بتاعك. انا دلوقتي محقق ارقام في الميديا بينج، اوريدي انا هتكلم ميديا بينج. لو انا محقق ارقام في الليرنينج، او بلاش يا عم محقق ارقام نتائج، انت محقق اوريدي ارقام مثلا في الجزء اللي ليه علاقه بالابديتس. انا عارف الابديتس بتقول ايه، وبناء على ده ببتدي ان انا اشتغل. انا عارف مثلا ان نسبه سناب شات في الخليج في اخر 3 شهور قلت، نسبه اليوزنج، نسبه لينكد ان عليت مثلا بنسبه 3%. فاوريدي انت خلاص معاك بتتكلم ارقام. حتى لو انت بتتكلم ارقام مش معاك ارقام اوريدي انت اشتغلتها، لو انت لسه ستارتد فانت ممكن تتكلم بارقام في اجزاء تانيه واجزاء مختلفه. تمام. طيب انت بعد ما اتكلمت بالارقام وخلاص الامور بالنسبه لك ارقام واضحه وقادر ان انت تشتغل مع العميل بشكل كويس، حاول كمان تشتغل على حته الاناليتكس نفسها، وان انت تبين الاناليتكس وتطلع العيوب. تمام، خلينا كده نقول عيوب المشروع بعد، تمام خلينا نقول كده بعد قرايته وقبل الشغل فيه. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش ان انا اقعد مع عميل وانا مش قاري المشروع بتاعه بشكل كويس. يعني مثلا احنا والله يا باشمهندس عندنا مثلا مصنع، المفروض المصنع ده شغال في فلسطين. طب اوكي ماشي، مش مشكله نعمل ميتنج، بس قبل ما نعمل ميتنج ابعت لي الويب سايت او اللينكس بتاعتكم بشكل كامل عشان اقدر اقرا كويس، وابعت لي مثلا لو عندك برودكت ديسكريبشن، عندك كومبري بروفايل، اي داتا ابتدي اقراها. بعد ما اقرا الارقام دي ابتدي اطلع المين بوينتس اللي احنا نقدر نشتغلها. والله يا باشمهندس انت عندكم الويب سايت فيه مشاكل 1 2 3 4، عندكم السوشيال ميديا اصلا فيها مشاكل 1 2 3 4، عندكم المفروض نسبه البرايسنج عندكم اعلى من الكومباتيتور اللي انت قلت لي عليه، فانت اوريدي عندك مشكله معينه. فتبتدي تلاقي انت نفسك ليدنج انت اللي بتليد الميتنج، مش العميل هو اللي جاي بيستكشفك ويقول لك انت هتعمل لي ايه. فاوريدي دي من الحاجات المهمه قوي، ان انت تقدر في ميتنج تفاينل الديل وتقفله. يعني انا دلوقتي هنقعد في الميتنج، خلاص احنا قادرين نفاينل الميتنج بشكل كامل واقول لك الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي. طيب بعد ما العميل يبعت لك والكلام ده ابتدي اقفل معاه الديل على طول. تمام. حاجه كمان، المهارات في الاقناع، تمام، والتواصل. يعني ايه؟ يعني انا في ميتنجز حضرتها كانت الميتنج البروجكتس مهمه قوي والبروجكت سهله جدا والعميل اللي عنده استعداد يدفع كويس جدا، بس العميل انا مش هشتغل بسبب الاتيتيود بتاع الموظف اللي اتكلم معاه. طب ايه ده بقى ليه؟ لان العميل نفسه ما اقتنعش ان هو ازاي هيكونكت ويكوميونيكيشن مع الموظف ده فيما بعد، ويبتدي يتعامل معاه على انه هو اللي بيليد البروجكت بتاعه. لا، انا الاتيتيود ده مش هينفع معايا، مش هقدر اشتغل بيه. فاوريدي انت بتخسر عميل، والاتيتيود دي هتبتدي توصل وتنتشر من عميل لعميل، اوريدي انت قفلت باب. لان في السيرفيس انت اي حد فاتح بروجكت، مفيش حد فاتح بروجكت هو ما يعرفش حد تاني زيه فاتح بروجكت. يعني انا لو فاتح بروجكت مثلا ليه علاقه مثلا بالمنتورنج، فاوريدي انا اعرف حد ليه علاقه بالتوظيف، واعرف حد ليه علاقه بالفريلانسنج وما الى ذلك، فالريكومنديشن مستمره. تمام. فانت اوريدي انت قفلت باب، مش عميل، انت قفلت باب ثلاثه اربعه وراه. ففي الحاله دي انت اوريدي المهارات بتاعت الاقناع بتاعتك مهمه جدا، والسكيلز والتواصل ان انت تقدر تكونكت مع العميل. حتى لو العميل بعد كده ما اشتغلتش معاه، فاوريدي احتفظ بيه. حاجه كمان، احتفظ ببيانات العملاء. يعني ما ينفعش ان انا عميل ده ما تعاملتش معاه خلاص فيما بعد يبقى بالنسبه لي الدنيا خلاص، ده كان عميل وما تعاملناش معاه فاوريدي رميه. لا، انت ممكن العميل ده بعد كده ان انت ترجع له وانت اللي تبقى عميل عنده. ليه بقى؟ لان احنا قلنا حته
العلاقات مهمه قوي 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 قوي. في كلاينتس ممكن يكونوا عايزين يشتغلوا معاك وبعد كده ما اشتغلتش معاهم، بعد كده يعملوا لك ريكومنديشن بغض النظر عن ان انت اصلا ما اشتغلتش معاهم. ففي الحاله دي لا، انت اوريدي الامور بالنسبه لك مهمه جدا. انت اصلا العميل بالنسبه لك يعني العميل بالنسبه لك هو مش عميل، انت لازم تعرف العميل ان انت شريك، يعني عرف العميل انك شريك نجاح. انا مش جاي ان انا ابيع لك سيرفيس، انا جاي اتكلم معاك ان احنا شركاء، تمام؟ هاي كمان اخرج بره نطاق تسويق. يعني ايه؟ يعني انت لازم يكون عندك نقطه تخرج منها مع العميل في اطار الفريندلي بس بالسبيس بتاعته. تخرج بره نطاق التسويق ازاي؟ يعني لما انت تيجي تشتغل معاه اقول له بس خلي بالك المنتج بتاعك ده الريحه بتاعته فيها مشكله، خلي بالك ان انا شفت مثلا امبارح اعلان كويس، فايه رايك في الاعلان ده؟ تبتدي تقول له خلي بالك انا شفت ليك ستوري بتتكلم فيها عن ان انت محتاج دكتور مثلا، فخد بالك انا عامل لك ريكومنديشن عند الدكتور ده. طب ليه بعمل كده؟ عشان اكسر الحاجز النفسي اللي ما بيني وما بين العميل، ما يبتديش يتعامل معايا على اني عميل. ولو انا اتعاملت معاه وهو اتعامل معايا على ان هو مش عميل، هو اوريدي مش هيشتغل مع حد تاني خلاص. حتى لو انا حصل عندي اخطاء فاوريدي هو هيتجاز عنها، لان هو انا عارف ان محمود او احمد او حسام او تامر او ايا كان هو بتاع شغلي، بس دي غلطه عادي مش مشكله. انما لو انت بيزنس تو بيزنس دايركت او 100% لا، ده ما طبعا ما ينفعش، ما يمنعش ان انت لازم الاول تشتغل مع بيزنس، بس حته كسر الحواجز دي تبقى مهمة جدا جدا وأساسية في الشغل. فيعني اخرج بره النطاق التسويق واكسر الحاجز، لكن حافظ ايه؟ خلينا كده نقول لكن حافظ ايه؟ على المساحات، تمام؟ حافظ على المساحات، تمام؟ حاجة كمان، حاول تشتغل مع العميل بتاعك، او ان انت لما تيجي تبيع السيرفيس بتاعتك، من النقط المهمة جدا جدا ان انت تكون مجمع اراء العملاء بتوعك، تمام؟ يعني ايه مجمع اراء العملاء؟ يعني مثلا لو انت قعدت مع عميل وقلت له خلي بالك احنا اشتغلنا مع شركة اكس ودي الداتا بتاعتها ودي الكونتاكتس بتاعهم وهم في نفس المجال، ممكن تكلمهم كده وتسألهم عن الشغل اللي احنا عملناه سوا، حتى لو العميل ده انت سيبته. فلو انت سايب العميل وما بقيتوش تشتغلوا مع بعض بس سيرتك معاه كويسه، اوريدي هو هيعمل لك ريكومنديشن وهتلاقي الموضوع معاك شغال بشكل كويس جدا جدا، وقادر ان انت قادر ان انت تشتغل مع العميل ده وتاخد ريكومنديشن كويسه جدا. فاراء العملاء مهمه قوي، تمام؟ ان انت لما تحط، فيعني ايه اروح لشركه تسويق تقول لي خد دي الداتا ودي ارقام العملاء اللي احنا بنشتغل معاهم، اسالهم عن شغلنا، اوريدي انت حد خلاص انا بالنسبه لي تراستد جدا فيك. حاجه كمان لما تيجي تشتغل بقى مع العميد، او لما تيجي تشتغل، كل دي اساليب بيع غير مباشره. انا ممكن اقول لك روح اعمل اعلان، روح اعمل باكج، روح اعمل برايسنج، ما فيش الكلام ده. الكلام ده اوريدي تقريبا 60,000 ايجنسي اللي موجوده في مصر بتشتغل عليه، ال 60 المليون فريلانسر اللي شغالين ماركتنج سواء في تخصص معين او غيره، لا بيشتغلوا على القصص دي، بيروحوا يعملوا اعلان. فانا مش بكلمك في الاعلان، انا بكلمك دلوقتي في شغل ماركتنج، انت ازاي تقدر تبيع الكلام ده للعميل. حاجه كمان الجزء اللي ليه علاقه بالسوق والتحديثات، تمام؟ يعني ايه السوق والتحديثات؟ لما انا تتعامل مع الماركت ده وتطلع التحديثات اللي فيه وتفهمها تقدر تبيع فيه بشكل كويس. انا دلوقتي شغال في سوق مثلا البرفان، فاوريدي انا قريت عن السوق ده بشكل كبير وفاهم حجم السوق ده في مصر عامل ازاي، او في الامارات عامل ازاي، وقادر ان انا اطلع ارقام السوق. فانا اوريدي عرفت ان انا اقنع العميل ان انا متابع وفاهم، وان انا مش واخد البروجكت بتاعك واعمل لك فيه امبلمنتيشن وخلاص، فاوريدي الموضوع هنا منتهي، تمام؟ حاجه كمان، حاول تندمج في السوق. يعني ايه حاول تندمج في السوق؟ اندماجك في السوق عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق السوشيال. يعني ايه عن طريق السوشيال ميديا؟ يعني انت خلي دلوقتي الامور، لو انا شغال فريلانسر فانا بخلي كل الامور اللي حواليا تبقى فاهمه انا مين وبعمل ايه. يعني لو انا دلوقتي عايز اشتغل بيرسونال براند، او ان انا اشتغل على ان انا بكتب محتوى، فلازم ان العميل اللي يخش، او اي حد ايا كان هو مين، يخش على البروفايل
بتاعي، لا يبقى فاهم ان انا حد بتاع ماركتنج، عندي داتا معينه، عندي نوليدج معينه، قادر ان انا اشتغل على ده. ما يخشش يلاقي كوميكس ويلاقي حاجات ليها علاقه بامور تانيه، هو يبقى انا اوريدي خلاص، يبقى انا متارجت البلاتفورم دي او متارجت السوشيال ميديا بتاعتي دي من ان هي تظهر ان انا حد عادي جدا. فبلاش بقى ان انا اتكلم فيها عن ان انا بتاع ماركتنج او ان انا اخش في الكلام ده. حاجه كمان الكوميونتي، هنا اقصد ان انت تندمج في الكوميونتي نفسها. يعني ايه كوميونتي؟ يعني انت تندمج في السوق اللي ليه علاقه بالمجال بتاعك. انا دلوقتي عارف ان المجال ده الكوميونتي بتاعته فين، عارف ان في مثلا ماركتنج كوميونتي، عارف ان في مثلا حد تاني اسمه اكس، وعارف حد فيه اسمه زد، فاحاول ان انا اندمج مع الناس دي وان انا ابقى مرئي بالنسبه له. هعمل كومنت هنا، هعمل مسج هنا، هبتدي اطلع افكار لده، وابتدي ان انا انغمس في الكوميونتي في المجتمع ده. انغماسك في المجتمع ده هيخلي بعد كده فرص وجودك او فرصك للشغل اكتر. ليه؟ تخيل كده مثلا من فتره من الفترات كنت انا محتاج ناس كونتنت، فاوريدي كذا حد بقى، في حد منهم انا عارفه بان هو موجود في الكوميونتي. الكوميونتي ده مش مقصود بيه ماركتنج منتور كوميونتي عندنا، لا، ان انا بشوفه في اكتر من بلاتفورم، بشوفه في اكتر من مكان بيكتب، فقلت خلاص هو ده حد كويس وما بصيتش على الباقي. تمام، في حين ان هو ليه لان اللي خلاه يشتغل مش اكتر من ان هو حد موجود في الكوميونتي وحد فيه ليه عندي في الباك جراوند، في الذاكره، ليه عندي في الذاكره جزء ليه علاقه، جزء ليه علاقه بايه؟ جزء ليه علاقه بالشغل على المجال، وان هو قادر ان هو يشتغل في ايه؟ في المجال. طيب خليني كده نتكلم برضو عن الاجزاء اللي ليها علاقه بالايفنتس. لو انا دلوقتي المفروض هشتغل على الايفنتس، فالمفروض ان انا عارف ان انا بتكلم في حضور مميز، يعني الدوكيومنتيشن، وان انت تشير النولج وتشير ان انت موجود في المكان ده وقادر ان انت تسبورت في المكان ده، وان انا النهارده كنت في ايفنت كذا، والنهارده كنت مع باشمهندس كذا، والنهارده اتواصلت مع باشمهندس. فالامور دي هتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لي. طب هل انا كده ببيع السيرفيس بتاعتي بتاعت الماركتنج؟ هو انا في الاصل ببيع النولج بتاعتي، وببين للناس قد ايه انا عندي نولج وقادر ان انا اوظفها لك، وقادر ان انا افيدك بيها. فاوريدي من هنا ده يتحقق بيعك للسيرفيس بتاعتك. طيب حاجه كمان بقى مهمه جدا جدا، تجنب، تمام، خلينا كده نقول تجنب الاخطاء العامه. يعني ايه تجنب الاخطاء العامه؟ انا بتاع كونتنت مثلا، طيب بتاع كونتنت يبقى ما ينفعش انزل كونتنت مكتوب في حاجات غلط. انا بتاع اي سي او، ما ينفعش ان انا اشتغل على ويب سايت، تمام، وشغلي على الويب سايت ده اقول ان هو او ان انا اتشاف ان في حاجه غلط، او ان انا عندي فيه مشكله. انا عملت مثلا ادز معينه، ده مش معناه ان انت تشيل النولج والاخطاء بتاعتك، ده ما فيهوش مشكله، لكن حاول ان انت ما تغلطش سواء كسكيلز او ك ك ك او ك كاخطاء بشكل عام من غير ما تبقى متاكد. يعني ما ينفعش ان انت تقول مثلا انا في الاي سي او بستخدم كلمات كذا كذا عشان اتارجت بيها مثلا مبيعات، واوريدي الكلمات اللي انت حاططها هي اوريدي كلمات مش بيعيه، فاوريدي الحد ده مش فاهم، تمام. فاللي هو ما تلفش تشهر نفسك بالغلط، لا، اتاكد من المعلومه اللي انت بتقولها، بعد كده شير المعلومه مع الناس. ما ينفعش ان انت تشير ايه المعلومه وتبني نفسك فكره غلط. حاجه كمان الجزء اللي ليه علاقه بالكوبي، تمام، عشان دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ما تاخدش كوبي من الناس. يعني ايه ما تاخدش كوبي من الناس؟ لو انت في حد منزل بوست ممكن تاخد منه شير، تمام، عشان تقدر تماركت لنفسك كويس. لو حد عامل شغل كويس ما تاخدش تحطه عندك. دي من الحاجات اللي يعني انت بتقتل نفسك بالنور، انت بتجيب مسدس كده وتقتل نفسك في الماركت نفسه. لو انت خدت حاجه من عند حد وحد واه ده حد واخد حاجه من عند، فاوريدي خلاص الراجل ده مش احسن حاجه، فاوريدي انت عملت لنفسك بروباجندا، اللي هو انت لو عايز تموت نفسك فعلا مش هتعمل كده. فبلاش تاخد كوبي من حد، الا لو انت تاخد كوبي وتعمل له منشن، او ان انت تاخده شير من عنده او ايا كان. فما ينفعش ان انت تاخد الكلام بشكل عام من عند الناس وتعمل حتى عليه ايديت وتبتدي ان انت تشتغل عليه. طب دي حاجات بتقتل الكلاينت من عندك، ودي حاجات تبيع الكلاينت ليك. يعني لو انت تبيع ايه
الكلاينت بتاعك. حاول كمان ان انت تلتزم جدا تمام بالايه؟ بالايدنتيتي بتاعتك. يعني ايه تلتزم بالايدنتيتي بتاعتك؟ يعني ايه تلتزم بالايدنتيتي بتاعتك؟ يعني المفروض ان انت تعتمد على الجزء اللي ليه علاقه بالهويه بتاعتك بشكل كامل. انت دلوقتي قادر ان انت انا ملتزم بالالوان دي، حتى مش لازم حد يعمل لك ديزاين، ومش لازم تعمل ايدنتيتي كامله، لا انت التزم بطبيعه معينه، التزم بهاشتاجز معينه، التزم بامور معينه. حاجه كمان لازم أن تكون فاهم ماركتنج كويس جدا، لازم تتكلم تمام. حته الايدنتيتي مهمه جدا جدا، بس مش لازم يكون انت توحد الصوره بتاعتك، لازم تبني لنفسك ماركتنج. لو انت ما عرفتش تماركت لنفسك فانت مش هتعرف تماركت للكلاينت عندك. طيب قلنا قلنا تفهم التسويق كويس جدا تمام، وتبني خطه كامله ليك تمام. يعني ايه تفهم تسويق كويس جدا؟ يعني ما ينفعش ان انت تفهم الامبلمنتيشن وتقدر تبيع خدمتك، مش تقدر تبيع الخدمات بتاعتك وانت مش فاهم ماركتنج تمام. هتقدر تشتغل بشكل عام، لكن فهمك الماركتنج انت مش هتقدر تشتغل. انا لو حد عايز يشتغل ماركتنج وانت مش فاهم ماركتنج اوريدي انا مش هشتغل معاك، ولو في بيزنس تاني هو مش فاهم هيبتدي يشتغل معاك. حاجه كمان، حدد خطه ليك، حدد بلان ليك تبتدي تمشي عليها. ان انا الشهر ده هبتدي انفست في نفسي في الحته دي، وهبتدي انفست فيها وتارجت منها مبيعات. يعني مثلا انا الشهر ده هذاكر حاجه ليها علاقه بالايه؟ حاجه ليها علاقه بالبزنس موديل، او حاجه ليها علاقه بالماركتنج موديل مثلا تمام. طيب انا ليه ما ابتديش مع مكان اعملها له فور فري، وابتدي ان انا يبقى انا ذاكرتها وطبقتها مع بزنس، وفي نفس الوقت بنيت بيها هيستوري وقدرت ان انا افيد ناس. فليه ما تعملش ده؟ حاول ان انت تشوف ده. شركات الستارت اب في مصر تقريبا مبقاش ليها عدد، فانت ممكن تشير مع ستارت اب وتبتدي ان انت تذاكر كويس قوي قوي قوي، وتحاول تطبق على برودكت انت. انا مثلا في اعدادي لما كنت شغال في اعدادي مثلا اشتغلت مثلا على مثلا خلينا نقول ببيع في مثلا في محل احذيه اوكي. فلو انت في مثلا في اعدادي وبتبيع في محل احذيه، فاوريدي انت عندك باك جراوند دلوقتي عن الاحذيه، خلاص انت فاهم المجال ده وقريت عنه او عشت فيه شويه. اشتغل عليه موديل، انا هفتح محل احذيه وهفتح مصنع احذيه، وابتدي اطلع عليه موديل، وابتدي اعمل له شير مع الناس، وابتدي ان انا اعرض الشغل ده مع الناس، ان انا عملت ريسيرش عن الجزء ده اوريدي اقدر اخدم ده لاكتر من حد، لعدد ثلاثه، لعدد اثنين، ايا كان، وابتدي شير نفسك في الحته دي. فانت فابني خطه كامله ليك عشان تقدر تشير وتقدر تتابع ده مع الناس بشكل كويس. طيب الامور دي كلها، هل دي امور ليها علاقه بالبيع؟ يعني هل ده هيقدر ان انا ابيع السيرفيس بتاعتي في الماركتنج بالكلام ده؟ حاول تلقي حاجه منهم كده، يعني الكلام اللي احنا قلناه ده، حاول تلقي حاجه وتشطب على حاجه، هتلاقي نفسك مش عارف لا الحاجه دي لو مش موجوده عندي انا فعلا مش هعرف ابيع. يعني مثلا لو انا ما فهمتش الابديتس بتاعه الماركت اللي انا بشتغل عليه، فاوريدي انا مش هعرف ابيع، لان اوريدي السوق هيبقى سابقني. لو انا دلوقتي الاتيتيود بتاعي وطريقه معاملتي مش احسن حاجه، انا اوريدي مش عدت مرحله الميتنج او مرحله الفيرست كول، لان العميل هيلاقي الاتيتيود بتاعي كويس مش كويس، اوريدي مش هيشتغل معايا، فاوريدي انا خسرت عميل، ما عرفتش ابيع تمام. لو انا اوريدي مثلا الملفات بتاعت الشغل بتاعتي مش جاهزه، يعني انا مش باني هيستوري، او انا الهيستوري بتاعتي مش مكملها، فاوريدي انت خسرت الكلاينت بتاعتك. انت هيقول لك ابعت لي الداتا، اوريدي انت مش هتبعت له حاجه. ايه تاني مثلا من الحاجات اللي قلناها؟ ان انت ممكن تكون في حاجز، في حاجز بينك وبين الكلاينت، فاوريدي طول ما في حاجز مع اول غلطه انت غلط تمام. وحتى من قبل اول غلطه العميل لو ما حسش ان انت بالنسبه له قريب، اوريدي انت مش هتعرف تشتغل له، واوريدي هو مش هيبقى مرتاح في الشغل بتاعك. ما عندكش سكيلز في الاقناع، او ان انت تبتدي تقنع العميل بتاعك، فاوريدي انت عندك مشكله، العميل مش هيقتنع بشغلك، فدي هتبقى حاجه فيها مشكله بالنسبه لك. ما عرفتش تتكلم بالارقام، فاوريدي العميل هيسمع منك دش قد كده، اوريدي هو ما استفادش اي حاجه، اوريدي ما علمتش معاه، اوريدي ايه ما علمتش معاه، ما فهمتش منه حاجه اوكي. فالحاجات دي كلها حاجات اساسيه، وحاجات هي تقريبا 95% من الشغل عشان العميل يقتنع
ليك والعميل، وتقدر ان انت تطلع السيرفيس بتاعتك، وازاي ان انت تماركت للسيرفيس بتاعتك بشكل كامل. حاول يكون ليك فكره معينه، ودي من اهم النقط، يكون ليك فكره محدده في المجال. يعني انا في المجال ده عشان اشير اكسبيرينس ما بيني وما بين الناس، خلاص دي مارك بتاعتك. في حد تاني موجود في المجال عشان ابتدي ان انا بشتغل في المجال، علشان ايا كان بقى، على حسب كل واحد والتريد مارك بتاعته او العلامه اللي بيلعب عليها في الماركت، وبيزود النولج بتاعته بيها في الماركت، وان الناس تكون عارفاه اكتر. فلازم بتعتمد على ده، انت ليك علامه معينه، الشخص ده سكوب في حته معينه، خلاص اوريدي انت لازم يكون ليك فكره محدده شغال بيها في المجال. انا ما بشتغلش بالطريقه دي. حاجه كمان، حاول لما تشتغل مع العميل يبتدي يشتغل معاك، يكون في بروسس مبنيه عشان تقدر تشتغل عليها، تمام؟ يعني لازم يكون في خطوات للعميل، تمام؟ يعني ايه يكون في خطوات؟ يعني في اوريدي بروسس احنا بنمشيها سوا، وبقول لك عليها علشان تبتدي نمشي، تبقى انت عارفها. حضرتك احنا في رول خلاص احنا قلناها، في بقى دلوقتي خطوات هنمشيها سوا عشان تبقى عارف احنا بنعمل ايه وانت بتعمل ايه، وهنمشي مع بعض ازاي. طب ايه الخطوات دي بقى؟ اول حاجه يا فندم، احنا دلوقتي عرفنا منك كل الديتيلز وكل التفاصيل اللي تقدر تشتغل بيها، وكل الحاجات اللي انت تقدر تتكلم عنها علشان البرودكت. بعد كده اشتغلنا لك اناليتكس عشان نقدر نفهم الماركت والبرودكت والكلاينتس والكومبيتيتورز بتوعك. بعد ما فهمنا، هنفهم منك الاجزاء دي، هنبتدي نعمل لك استراتيجي ونعمل لك اكشن بلان لمده 3 شهور. بعد كده هنبتدي تدفع الديبوزيت، بعد كده تبتدي ان انت تجوين، ونبتدي ناخد الاكشنز بتاعتك، مع ان هيكون في اكشن بلان تقدر تفولو اب عليها بير ويك او بير داي على حسب وين تقدر تفولو. فهنا العميل بقى فاهم، وانس ان العميل بقى فاهم اوريدي هو اشترى. ما حدش بيشتري حاجه هو مش مقتنع بيها او مش فاهمها. انا ايه اللي هيخليني اشتري منك وانا مش فاهم انت هتعمل ايه؟ لا، انا لازم اكون فاهم، وعشان اكون فاهم لازم اكون قادر ان انا اشتغل، قادر ان الايجنتس اللي قدامي او الفريلانس اللي شغال معايا هو قادر ان هو يفهم، قادر ان هو يحقق معايا كونسبت معين او يحقق معايا ارباح معينه، فانا اوريدي انا فاهم، تمام؟ فكل الحاجات دي لازم تعملها عشان تقدر تبيع السيرفيس بتاعتك في الماركتنج، قادر تبيع السيرفيس بتاعتك بتاعت الماركتنج. حاجه كمان، لو انت متخصص في حته معينه وبتلعب عليها، لازم تكون انت باني ليها تايم لاين، تمام؟ يعني ايه؟ يعني لازم تكون باني تايم لاين. يعني ايه باني تايم لاين؟ يعني يكون ليك اصلا، يكون ليك خطوات معينه. احنا دلوقتي حضرتك عايزين كونتنت، تمام؟ بلان اوريدي، خلاص يا فندم الكونتنت بلان هتاخد مننا اسبوع ونص علشان تبتدي ان انت تسكادول لمده شهر، وممكن نشتغل اسبوعين عشان نطلع لك المفروض شهرين. فاوريدي انت معاك كفرنج لشهر كامل، فانت خلاص اوريدي حد فاهم انت بتعمل ايه، فانت لازم يكون ليك تايم لاين. طب الاسبوع ده هنعمل فيه ايه؟ الاسبوع ده هناخد اول يومين اناليتكس، بعد كده نشتغل 3 ايام ليهم علاقه بالاستراتيجي بشكل كامل، بعد الـ5 ايام دول هناخد كمان يومين نعمل لك فيهم الكالندر بتاعتك عشان يكون معاك الكونتنت جاهز فور اول سوشيال ميديا او فور مثلا وان بلاتفورم. فاوريدي انت خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي، والعميل بالنسبه لك اوريدي انا جاي لحد فاهم السيستم، باين نظام الشغل، فاوريدي ان هيطلع لي نتائج. لازم يكون الكلام كده، مش احنا هنشوف هنعمل ايه وهنبلغك، وطب مش عارف، ونقعد نتهته بقى، فكده الامور خلاص اتضربت مننا خالص، فاوريدي انا مش هعرف ابيع الكلام، تمام؟ فلازم يكون في حاجات بتعبر عني. طب تعالى كده بقى نلخص الاجزاء دي ونشوف الامور ممكن تمشي ازاي. انت عشان تبيع خدمتك في الماركتنج لازم أن تكون يا اما ايجنسي يا اما فريلانسر. انا فريلانسر ببيع خدماتي، وانا ماركتنج ايجنسي ببتدي ابيع ايه السيرفيس بتاعتي. لازم أن اكون فاهم ماركتنج وفاهم امبلمنتيشن، ما بقاش انا فاهم امبلمنتيشن بس، يعني ما اعرفش اعمل اعلان بس ما اعرفش اطلع ماركتنج ميكس، تمام؟ الامبلمنتيشن بتتضمن الادز والكونتنت والاي سي يو والحاجات اللي ليها علاقه بالسوشيال امبلمنتيشن او السوشيال ميديا امبلمنتيشن. لازم اكون فاهم من العميل الاول الجزء اللي ليه علاقه بالمنتج، والجزء اللي ليه علاقه بالماركت والكومبيتيتورز بتوعي المنافسين، ولازم اكون محدد اس تي بي للكلاينت، او انا فاهم العملاء
بتاعته ايه بالظبط عشان اقدر اشتغل عليها. لازم ومهم جدا جدا اشتغل بالارقام، يعني انا عملت اناليتكس اطلع منها ارقام عشان اقدر ابني منها كونتنت استراتيجي او ميديا بلان استراتيجي او ماركتنج استراتيجي، او على حسب الفاريتي بتاعت الاستراتيجي اللي بشتغل عليها او انواع الاستراتيجيز اللي بشتغلها. ولازم اكون مركز وقايل للعميل انا هبني له استراتيجي ايه بالظبط، ما اقولوش انا هعمل لك استراتيجي واسيبه وامشي. تمام، العميل اللي فاهم والعميل اللي مش فاهم، انا عندي تو اوبشنز من الايدنتيتي او الاتيتيود بتاع العميل. العميل يا اما فاهم يعني ايه ماركتنج وقاري كويس ومذاكر وعامل الهوم ورك بتاعه، فاوريدي اقدر اكلمه بالمصطلحات، اقدر اقول له بزنس موديل، اقدر اقول له البرفورمانس، واقدر اقول له الكليك بروبرشنز قد ايه، والامور دي اقدر اتكلم معاه بمصطلحات. لو انا عميل مش فاهم ما ينفعش اكلمه بايه بمصطلحات. لو عميل مش فاهم اقدر اكلمه بدل ما اقول له بزنس موديل اقول له احنا محتاجين شويه معلومات عن البزنس بتاعك عشان نقدر ان احنا نحدد الطريقه اللي هنشتغل بيها، وابتدي اخد منه اقول له طب العملاء مين، ابتدي اخد منه اقول له مين اللي بينافسك اللي انت شايفه مهم وواخد مبيعات في السوق، وابتدي اتكلم معاه بالطريقه دي. فالفويس تون بتاعتك هتختلف من عميل لعميل ومن اندستري لاندستري ومن كومباني لكومباني ومن من استراتيجي لاستراتيجي تانيه. بعد كده بتروح لمرحله الاكشن عشان تقدر تقنع العميل بالامور بتاعتك. لازم يكون في ما بينك وبينه رولز عشان ما تختلفوش مع اول اكشن بتشتغله، يعني ما ينفعش تيجي الصبح تقول لي يلا بينا نعمل ادز، لان يعني في ما بيننا رولز معينه. الرولز دي انت اللي بتحطها وبتكون على حسب كل كلاينت ما بينك وما بينه تقدر تبني ازاي. الكلاينت ده في امور معينه ثابته لازم تعرفها له، والكلاينت ده في امور معينه ثابته لازم تعرفها له. من ضمن القوانين او واحده من القوانين المهمه، بلاش تعمل واتساب، ولازم تكون في ما بينك وبين الكلاينت دوكيومنتيشن، تبعت له ميل ويبعت لك ميل، او ابعت لك فايل وابعت لي فايل. ما ينفعش الامور كده تبقى ماشيه واتساب ويلا بينا نشتغل وخلاص. تمام، لازم تاخد من ضمن برضو الرولز انت بتبقى تاخد ديبوزيت في الاول، لازم تاخد بدايه شغل او اتفاقيه شغل عشان ما تشتغلش وبعد كده العميل يتاخر فتوقف فانت تشمئز من الشغلانه نفسها فما تطلعش نتائج، فاوريدي انت ضيعت وقت ومجهود وفلوس على الفاضي، والعميل مش هيدفع لك حاجه ما دام هو شغله ما كملش. طيب المعلومات اللي انت بتقولها للناس على الماركت والسوق من الحاجات المهمه جدا اللي بتاكد للكلاينتس او للماركت نفسه ان انت فاهم الماركت، رغم انه كبير قوي قوي لكنه على السوشيال ميديا هو ضيق جدا والناس كلها بتتقابل، فانت لازم أن يكون بتمد الماركت نفسه بانفورميشن ونولج من عندك عشان تقدر ان انت تتراست نفسك في الماركت نفسه وتربط نفسك في الماركت. حاجه كمان لازم أن يكون معاك دوكيومنتيشن بالشغل بتاعك، ما ينفعش ان انت تبقى شغال وبتطلع نتائج وبعد ما النتائج بتطلع ترميها بالبحر وخلاص، لا لازم يكون في دوكيومنتيشن، في ورق بيثبت ان انت شغال. انا عملت اعلان ده دي النتيجه بتاعته فاوريدي انا واخدها سكرينز، عملت كونتنت فاوريدي انا حطيتها على كونتنت لي او حطيتها على درايف، عملت مثلا اي سي او فانا اوريدي طلعت النتائج من سيرش كونسول وخدت بيها سكرين وعملت بيها ريبورت. الكلام ده كله يعني فيري امبورتنت. الحاجات المهمه جدا جدا العلاقات، لازم أن يكون ليك علاقات في الماركت بشكل كبير، العلاقات دي بتفرق معاك وبتعمل معاك قفزات مهمه، زي ان انت تعرض خدمات المساعده بتاعتك للناس بس ما تكونش بشكل اوفر، ما تبقاش بتعين الناس عشان تخدمهم، انا حد طلب مساعده اوريدي انا ممكن اساعدك، اتس اوكي اوكي مش اوكي خلاص الموضوع منتهي، ما بتبقاش لا انا والله هساعدك، ما ينفعش. حاجه تانيه الايفنتس، حضورك في الايفنت سواء كنت كسبيكر او كضيف، فدي من الحاجات المهمه قوي، واللي قبل ما تروح الايفنت تكون عارف انت رايح فين ورايح لايه. ما ينفعش انت تروح الايفنت وانت اوريدي الامور بالنسبه لك مش واضحه، انا مش عارف انا رايح ليه، انا رايح ايفنت عشان ابني علاقات، ما ينفعش. لازم تبقى انت متارجت نفسك رايح الايفنت ده ليه تحديدا. لازم تعرف الابديتس، ولما تعرف الابديتس تبتدي تشيرها مع الكلاينتس بتوعك، دي من الحاجات المهمه. لازم تتكلم بالارقام، ما ينفعش تتكلم مع العميل وتقول له احنا ان شاء الله هنحقق مبيعات، طب ما انا اوريدي لو بعت لك بيعه يبقى انا عملت مبيعات، بعت لك مليون بيعه فاوريدي برضه انا عملت مبيعات. لازم تتكلم بالارقام، ما ينفعش انت تتكلم من غير ارقام. لازم تكون قاري المشروع وعارف العيوب بتاعته قبل ما تشتغل، ما ينفعش ان انا اروح مع العميل عشان اقعد معاه في ميتنج عشان اقنعه ان انا احنا نشتغل وانا مش قاري اصلا البروجكت بتاعه وانا مش عارف البروجكت بتاعه ده بيقول ايه. لا لازم أن اكون قاري ومطلع، انتوا عندكم في السوشيال ميديا اخطاء كونتنت سبيلنج، عندكم في الاي سي او في الويب سايت اخطاء، عندكم اليو اي واليو اكس فيها مشاكل، فانت لازم تكون فاهم على حسب التخصص بتاعك المشاكل بتاعت المشروع ايه. لازم يكون عندك سوفت سكيلز بشكل كبير، لازم يكون فاهم وقادر تقرا الكلاينت وقادر ان انت تكونكت معاه بشكل لطيف وقادر ان انت تتواصل معاه من غير ما تعمل مشكله، وقادر ان انت تفهم ازاي تقنع العميل ده وازاي الاتيتيود بتاعتك يكون مع العميل بشكل كويس. مش هتعرف تعمل ده عين حد يعمل ده، لذلك في ايجنسيز كتير بتعين سيلز، هو سيلز مش فاهم ماركتنج بس هيقدر ان هو يتعامل بلطف
مع العميل وعنده طول البال، فيقدر ان هو يقنع العميل ويستمد في حته التكنيكال، يروح ساحب معاه حد من الناس بتوع الديجيتال، فاوريدي الموضوع منتهي. يبقى انا عندي حد بيلعب دور التكنيكال وعندي حد تاني بيلعب دور الاتيتيود واللطيف والكلام ده. حاجه تانيه، لازم أن اكون محتفظ ببيانات العملاء وعندي سكيور بشكل كبير. يعني انا الداتا بتاعت العملاء لازم تبقى عندي، سواء اشتغلت معاهم عملاء اشتغلت معاهم او عملاء محتملين انا ما اشتغلتش معاهم. حاجه كمان، لازم تعرف العميل اللي انت بتشتغل معاه كشريك نجاح. انا مش جاي اعمل لك ماركتنج او اعمل لك ادز وامشي، او اعمل لك كونتنت وامشي. لازم تخرج بره نطاق نطاق التسويق وتكسر الحاجز ما بينك والمساحات ما بينك وبين الكلاينت. ما ينفعش ان انا ما بيني وما بينه وانا بريبورت وايميل وخلاص. لا، لازم انا احاول اكسر الحاجز شويه، مع طبعا الاحتفاظ بالمساحات الشخصيه. ولازم اجمع اراء الكلاينتس اللي اشتغلت معاهم ويكون معايا الداتا بتاعتهم، اللي توصل لدرجه ان انا اقول للعميل الجديد خد الكونتاكت اس بتاع العملاء القدامى اللي معانا، وابتدي اعرف الامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي، وهم هيقولوا لك احنا مين. السوق والابديتس مهم جدا. تاني، حاول تندمج مع السوق ويكون ليك تواجد على الكوميونتي بشكل كبير. كل ما كان ليك تواجد في الكوميونتي على السوشيال ميديا في مجال الماركتنج، كل ما انت بقيت معروف بشكل اكتر، فاوريدي تقدر تقنع الناس، وتوريدي ان انت هيكون ليك اسم فتقدر تبيع بيه بشكل كويس. تجنب الاخطاء العامه، لو انت بتاع كونتنت ما بتكتبش كونتنت سوشيال ميديا في اخطاء. ما لو انت بتشتغل في جزء الادز، ما تروحش تشتغل حاجات وانت اوريدي مش عارف عنها انفورميشن. لازم تكون متمكن جدا وشاطر جدا جدا. ما تاخدش كوبيز من حد وتلزقها لشغلك. انا مش حد اشتغل اعلان اروح واخده واقول انا اشتغلته، ما ينفعش الكلام ده، بيتهرش وحاجه مش لطيفه. يعني لازم تلتزم بالايدنتيتي بتاعتك وايدنتيتي العميل. لازم تكون فاهم تسويق كويس جدا جدا. انت مش بتعمل امبلمنتيشن وخلاص، او انت بتنفذ اوريدي انا نفذت. انت لازم تكون فاهم الكلام ده كله. لازم تكون فاهم كويس جدا جدا الجزء البلان بتاعتك رايحه فين وماشيه ازاي. ما ينفعش ان انت تكون ماشي وشغال وأوريدي انت مش فاهم، انت اصلا مش عارف تبلان لنفسك، فازاي هتبلان للعميل؟ طب انت لازم تكون عامل بلان لنفسك وتبتدي تشير الريزلت دي مع الناس. انا الشهر ده حققت كذا فاقدر افيدكم بيه بكذا. لازم تكون فاهم الامور دي. جزء تاني، لازم يكون ليك فكره محدده في المجال. يعني انت لازم يكون ليك فكر معين، ليك ايدنتي، ليك فاليو كده معينه مختلفه في المجال. ما ينفعش ان انا زي كل الناس. اول ما السوشيال ميديا يحصل فيها ابديت يبقى كلنا بنتكلم في الابديت، اول ما يحصل ترند كلنا بنتكلم في الترند. لا، انا اوريدي دي مش حاجه، انا من وجهه نظري الشخصيه مش بتبقى صح. كل الناس في الماركتنج بتتكلم عن اعلان طلع جديد وطرع، فادخل انا كمان. مصر كلها بتحلل اعلانات رمضان، فيلا انا كمان احلل اعلانات رمضان. ده مش شايفه حاجه احسن حاجه. يعني لازم يكون في خطوات العميل وتبني له تايم لاين، وتبني له كمان خطوات مبنيه ومعروفه. احنا لو هنشتغل اي سي او، فاحنا اوريدي عندنا مرحله السكند بوكس، وبعد كده نبتدي نشتغل كيوردز، او نشتغل كيوردز الاول، بعد كده نخش الجزء اللي ليه علاقه بالهوم بيج، وبعد كده بعد 6 شهور هنشتغل. فانت تبقى فاهم التايم لاين ماشي ازاي، عشان العميل هيحب ان هو يعرف الخطوات ماشيه ازاي، وتبتدي تتابع معاه بير داي. كل الحاجات دي مهمه قوي، ودي الحاجات اللي مش هتلاقيها مكتوبه في اماكن، او مكتوبه في كتب، او مكتوبه في خطوات، او في ارتكلز والكلام ده. الكلام ده مبني على نوليدج معينه وشغل اوريدي معمول على ارض الواقع، فلازم ان انت هتبقى فاهمه. من الحاجات اللي هتفرق، وزي ما قلت لك عايز تتاكد ان الحاجات دي فعلا هي اللي هتخليك ازاي تبيع، او هتخليك تبيع، حاول تلغي حاجه منهم وشوف. لو فكر كده، لو انا لغيت ده، هل العميل هيشتري مني او انا هبيع ولا لا؟ وهتلاقي فعلا ان العميل مش هيشتري منك.